السلام عليكم، رمضان المبارك سعيد، دخلكم الصحة والسلامة إن شاء الله. الحلقة ديالنا اليوم غتكون ديال سكوات، يلا معايا. كما تابعتوا الحلقة ديال اليوم درنا فيها 3 اكزيرسيس ديال السكوات، والنصيحة ديالي لكم عافاكم عافاكم عافاكم، ما تهزوش اكثر من الاوزان ديالكم. واللي بغى يكونتاكتيني سور انستغرام محسن رحول، محسن افيك اس رحول دوزاش، واش مبروكة، الله معاكم.